تضع نظارات الواقع الافتراضي وتذهب إلى أي مكان في العالم وأنت في غرفتك. ستجرب أصعب المغامرات دون مخاطر. ستلعب بشكل شبه حقيقي مع أي شخص وكأنه أمامك. يعني أنت الآن في الإنترنت الحالي، لنفترض أنك تلعب لعبة أكشن عبر هاتفك أو حاسوبك. في الميتافيرس أنت ستدخل إلى اللعبة وتحارب بنفسك، وستكون التجربة أكثر فعالية وستسمى وقتها بأفاتار. من خلال الميتافيرس ستذهب إلى عملك في دولة أخرى وأنت في غرفتك. على مستوى الجامعة ربما تسكن فعليا في الوطن العربي، ولكنك تداوم يوميا في جامعة أمريكية وتتناقش وجها لوجه مع عميد الجامعة. بل وصلت التوقعات أنك في الميتافيرس يمكن أن تقابل شخصا ميتا. الميت ميت فعليا، هذا أمر لا شك به، ولكن سيصبح هناك نسخ رقمي للوجوه، وعندما تموت تستمر بالخلود في العالم الافتراضي وتستمر الناس في التعامل معك هناك وأنت تتفاعل معهم عبر الذكاء الصناعي. طبعا ليس أنت بل نسختك الرقمية. كل شيء هناك سيكون خيالي وافتراضي وسيختفي الواقع. في إحدى المقابلات مع كاتب الخيال العلمي ويليام جيبستون، قال أن جيلنا سيكون آخر جيل يميز بين العالم الحقيقي والافتراضي، في حين أن الأجيال القادمة ستعتبرهما قابلين للتبادل. لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة؟ أول ما ظهر الإنترنت في العالم كانت المواقع ثابتة وكانت الصفحات للقراءة فقط، يعني كان الشركات تعرض منتجاتها أو يعرض الأخبار وأنت تقرأ فقط ولا تستطيع الكتابة أو التفاعل هناك. كان الأمر ممل، وسمي هذا النوع بويب واحد، واستمرت الناس في استخدامه من عام 1994 إلى عام 2004. ثم انطلقت إشاعة أن هناك نوع آخر من الإنترنت سيظهر. هذا النوع سيجعل العالم مثل قرية إلكترونية صغيرة يمكن من خلاله أن تتفاعل وأن تتواصل مع الناس وأن تشارك الملفات. وبالفعل هذا الإنترنت الذي نستخدمه اليوم وظهر في عام 2005 وسمي بويب 2. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الناس تسمع عن إشاعة جديدة أن هناك نوع متطور جدا من الإنترنت يسمى ويب 3. هذا النوع من الإنترنت لن تتصفحه من هاتفك أو من حاسوبك، بل ستتمكن بنفسك من الدخول إليه ثلاثي الأبعاد والتفاعل مع كل شيء هناك كما لو كنت داخل هاتفك شخصيا، وهذا ما يسمى بالميتافيرس. ربما سمعت عندما غير مارك اسم مجموعة شركاته إلى ميتا وسألت نفسك ما الفكرة؟ ببساطة يمهدون لهذا المشروع الضخم المشتق من الميتافيرس. يقول مارك: بدل أن يكون الإنترنت من شاشة هاتفك أو حاسوبك ستصبح جزءا منه وبإمكانك الدخول إليه. فعلق إيلون ماسك ساخرا على مارك وقال: يعني إذا مت في الميتافيرس فهل سأموت في الحقيقة؟ غير مضحك برأيي. أحدهم يريد أن يرسل الناس إلى عالم افتراضي، وآخر يريد أن يرسلهم إلى المريخ. دعني أخبرك شيء من وراء الكواليس. في عام 2021 قاموا بحساب متوسط عدد الساعات التي يقضيها الشخص العادي على الإنترنت مثلي ومثلك. وجدوا أنه يقضي 6 ساعات على هاتفه المحمول ويقضي 4 ساعات على حاسوبه، ووجدوا أن 70% من هذا الوقت يقضيه على مواقع تابعة لمارك مثل فيسبوك إنستغرام واتساب إلى آخره. يعني بحسبة بسيطة، لو أن شخص ينام يوميا 8 ساعات ويقضي 10 ساعات على الإنترنت يتبقى له 6 ساعات يعيشها في الواقع الحقيقي. هذه 6 ساعات يعمل بها أو يدرس بها أو يزور صديق إلى آخره. هذا الكلام لم يعجب مارك، قال: أن هذه 6 ساعات تلزمني، أريد أن أربح بها، يجب أن يكون الناس على منصاته بها. فقرروا أن ينقل الإنترنت إلى مستوى أعلى بكثير بحيث تقضي كل وقتك المستيقظ به هناك. يطمحون لجعل كل الحياة عبر الميتافيرس، تتسوق، تسافر، تعمل، تلعب، كل شيء عبر الميتافيرس. The best way to understand the metaverse is to experience it yourself. أكبر لك الصورة حتى توضح. في الويب واحد كنا نتصفح شاشة ونقرأ منها، لا يمكن أن تكتب أو تتفاعل هناك، وكانت الحياة أكثر واقعية وتفاعلية، ولم نكن نقضي وقت طويل هناك لأنه ممل ولا يمكن أن تتفاعل معه. ثم أصبحنا في الإنترنت الثاني ويب 2، نكتب ونقرأ ونتفاعل ونقضي وقت طويل عليه، وأصبحنا أقل اجتماعية. ولكن في الويب 3 سنكون على الأغلب هكذا، تلبس نظارة الواقع الافتراضي وبين 4 جدران وحيد، وستمضي نهارك مع ليلك هناك. يقول علماء النفسيين أننا سنصل إلى ظاهرة اختفاء الواقع، يعني عندما يخرج الشخص من نظارات الواقع الافتراضي يشعر أن الواقع اختفى ويصاب بالاكتئاب. لا تستغرب أساسا بعض الناس الآن إذا فصلت عنه الإنترنت الحالي ويب 2 لمدة أسبوع يكتئب ويبحث عن كل الحلول للدخول إليه مجددا. صحيح، فما بالك بالإنترنت المتطور ألا وهو 3. طبعا كل شركة الآن تقوم بتطوير نفسها لتتناسب مع هذا الإنترنت القادم، فيسبوك، مايكروسوفت، وشركات كبيرة وعملاقة. وهنا لو نظرنا الأمر من زاوية مختلفة نلاحظ أن هناك فرصة استثمارية قد تحقق لنا ربح عالي جدا في المستقبل في الميتافيرس. مثلا لو قبل 20 سنة اشترى والدك قطعة أرض في مكان معين لأصبحت اليوم من الأغنياء. هذه جملة أغلبنا سمعها أو قالها في يوم ما، والناس الآن تقول أنك أنت أيضا بعد 20 سنة
فيقول أبناؤك نفس الشيء، سيقولون لو أنك استثمرت في الميتافيرس سيصبح اليوم أغنياء. مثلا نتصفح أحد تلك المشاريع المختصة بشراء أرض في العالم الافتراضي. تخيل، يعني أنت ستدفع مال لتشتري خيال، يعني هو ليس خيال بمعنى الحرفي، لأن أي عملية شراء هي مرتبطة بالبلوك تشين. إحدى تلك المشاريع مثلا هنا لو تصفحنا نلاحظ أن مثلا برج إيفل هنا ثمنه تقريبا 10,000 دولار، المناطق التي حوله قيمتها صفر. سأشتريها وأطلب تذاكر للدخول إلى البرج لاحقا. أمزح طبعا، لن أشتري. لنتصفح المناطق في الوطن العربي، الأهرامات مثلا بس ثمنها 100 دولار. طبعا هذا الموقع من مئات المواقع، يعني لا تذهب الآن وتقوم بالشراء من خلاله. أغلب هذه المواقع غير مضمون وبه نصب، يقوم بأخذ أموالك والاختفاء. فقط عرضت لك نموذج حتى تأخذ فكرة. أنا هذا الموقع أول مرة أسمع به وأشاهده. مثلا في ويب 1 لم يكن هناك فيسبوك، وعندما ظهر ويب 2 ظهرت معه فيسبوك وشركات أخرى. من استثمر في فيسبوك وقتها حقق ربع عالي جدا من هذا الاستثمار فيما بعد، وهذا ما يحدث الآن في الميتافيرس. ولكن في أي مشروع أستثمر الآن في الميتافيرس؟ هذا أمر لا يضمنه لك أي أحد. مشاريع الميتافيرس كثيرة جدا، المشهور منها الآن ما يظهر على الشاشة هنا، ولكن هذه ليست نصيحة استثمارية أن تستثمر بها. طبعا الشركات تدرك أنك في العالم الافتراضي لا تعمل كل حواسك، مثلا لا تستطيع تذوق الأطعمة أو شم الروائح إلى آخره. وبالفعل بدأت الشركات تعمل على منتجات لتحقيق هذا الأمر. مثلا شركة يابانية طورت نموذج أولي لتلفاز قابل للتذوق، اسمه تذوق التلفاز. وقس على ذلك في كل الأمور بحيث ينقلوك إلى العالم الافتراضي بكل حواسك. الأمر مخيف وغريب إذا حدث. في النهاية أحبتي في الله، هذا تطور مخيف له إيجابياته وسلبياته التي لا يمكن توقعها كلها. مثلا ماذا لو اشترى شخص الأماكن المقدسة مثل مكة المكرمة والمسجد الأقصى في العالم الافتراضي؟ ماذا لو طلق أحدهم زوجته في العالم الافتراضي؟ هل يقع الطلاق؟ ماذا وماذا وماذا؟ أسئلة كثيرة. ولكن نصيحة عابرة لو أردت أن تأخذها من كل هذا المقطع، فإذا كنت شخص يعني في مقتبل حياتك، فالوظائف التي ستحقق أكبر دخل في المستقبل هي الوظائف التي تتعلق في الميتافيرس، والله أعلم. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.